تحية طيبة من عاصمة القرار. بعد تحميلها إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة إسرائيلية في مياه الخليج وتأكيدها على رد جماعي، الإدارة الأمريكية تصدر ومجموعة الدول الصناعية السبع بياناً تدين الهجوم الإيراني المتعمد وتؤكد على حماية حرية الملاحة في الخليج. بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع. إن سلوك إيران إلى جانب دعمها لفصائل تابعة لها ولجهات مسلحة غير حكومية يهدد السلم والأمن الدوليين. الكونغرس الأمريكي منشغل بنزع صلاحية البيت الأبيض بشن حروب في الخارج ودعوات للتشدد تجاه إيران. إن سياسة إدارة بايدن بعدم القيام برد قوي على الهجمات على المصالح الأمريكية فشلت بجلاء في ردع إيران. الصحافة الأمريكية تدعو الرئيس الأمريكي لعدم العودة إلى الاتفاق النووي وتتوقف عند الانطلاقة التصعيدية لولاية الرئيس الإيراني الجديد. جيسون ريدايان في الواشنطن بوست. تتزايد الأدلة على أن المرشد الأعلى لإيران ربما يبحث عن مواجهة أو ربما يكون مقتنعاً بأن السلوك الاستفزازي هو أفضل طريقة للحصول على تنازلات من أمريكا. وخرج الخبراء بالعديد من المواقف والتعليقات حيال نوايا إيران وكيفية تعامل البيت الأبيض معه. شوي وونغ رهينة أمريكي سابق في إيران، وكان إيران تقول لفريق بايدن: شكراً، سننشر الخراب أولاً ومن ثم سنقرر إذا كان من الضروري لنا أن نعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم. ضيفة حلقة اليوم باربرا سليفن مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، وفرزين نديمي باحث في معهد واشنطن. أهلا بكم مشاهدينا وأهلا بكما باربرا وفرزين. قواعد المناظرة 45 ثانية لكل ضيف للإجابة على السؤال و25 ثانية كحق للرد. وقبل أن نبدأ هذه الحلقة طرحنا على صفحتي الحرة وعاصمة قرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: كيف يجب أن يرد المجتمع الدولي على تعرض إيران لسفن الشحن في الخليج، عبر فرض عقوبات دولية أو عبر تدخل مجلس الأمن، ولماذا؟ صوتوا وعلقوا على صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر ورقم الواتساب المعروض على الشاشة، وسنعرض النتائج والتعليقات خلال هذه الحلقة. بداية وفي إطار الجواب المفتوح أبدأ معك باربرا، كيف تقيمين رد الإدارة الأمريكية على التصعيد الإيراني في الخليج عبر الاعتداء على سفينة إسرائيلية ومحاولة خطف سفينة أخرى من خلال تحميل إيران المسؤولية والتأكيد على رد جماعي؟ نعم، أولا شكرا لاستضافتي مجددا، يسرني أن أراكم. أعتقد أن هذا هو بايدن في تصرفه الكلاسيكي، يحاول أن يجمع أكبر عدد من الدول أو الديمقراطيات لتوقيع على بيان مندد. نعرف أن أمريكا الآن ما زالت تفرض عقوبات صارمة جدا على إيران، قد تضيف ربما عقوبات أخرى، ولكن السؤال الأساسي هو أنه مع حكومة الرئيس الجديد رئيسي، هل نتوقع عودة إيران إلى التفاوض مع أمريكا حول استئناف الاتفاق النووي؟ وعلينا أن ننتظر لنرى. فزين. أعتقد أن رد فعل الإدارة مفهوم وحذر ولحد ما بسبب عدم اليقين الذي يحيط
بالحدثين، ولكن قرب الحادثين من المياه الإقليمية الإيرانية والتكتيكات المستخدمة في الحادثين لا تترك أي مجال للشك بأن هذا كان عمل من أعمال إيران. طبعاً الإدارة تريد الحديث مع الحلفاء للخروج برد مشترك، واختيار الرد والرد الذي تم التواصل إليه هو الرد المفضل. وقرأنا اليوم أن مجموعة السبعة والولايات المتحدة أدانت بشدة. نعم، سنتوقف عند هذا البيان، ولكن دعونا نتوقف الآن مع مواقف الإدارة الأمريكية من استهداف إيران للناقلة الإسرائيلية في الخليج. لقد شاهدنا سلسلة من العمليات التي قامت بها إيران على امتداد أشهر، بما فيها العمليات ضد السفن. لست متأكداً إذا كانت هذه العملية ضد سفينة ميرسي ستريت مؤشراً على سياسة ما للحكومة الإيرانية الجديدة، لكن ما يقوله الهجوم هو أن إيران تواصل التصرف بالكثير من اللامسؤولية فيما يخص التهديدات لحركة الملاحة والتجارة وسلامة البحارة الأبرياء الذين يعملون في النقل التجاري في المياه الدولية. نحن على تواصل وتنسيق وثيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى، وسيكون هناك رد جماعي. بالطبع ندعم تقييم القيادة المركزية الأمريكية بأن الهجوم على ميرسي ستريت كان بواسطة طائرة مسيرة مثل الهجمات بالطائرات المسيرة القادمة من إيران. لا أريد التحدث باسم الوزير بلينكن، لكن الرد الجماعي بالتنسيق مع الحلفاء لا يجب أن يكون بالضرورة رداً عسكرياً. بالطبع لن أستبق الأمور بشأن القرارات أو التفاصيل الخاصة حول كيف سيكون هذا الرد. بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع. نحن وزراء خارجية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي نقف متحدين في التزامنا بالأمن البحري وحماية الملاحة التجارية، وندين الهجوم غير المشروع على سفينة تجارية قبلة سواحل عمان في 29 من يوليو تموز، والذي كان هجوماً متعمداً وموجهاً وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي. تشير جميع الأدلة المتاحة بوضوح إلى إيران، لا يوجد مبرر لهذا الهجوم. سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية جميع وسائل النقل البحري التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي حتى يتمكن من العمل بحرية ودون التعرض للتهديد من خلال الأعمال غير المسؤولة والعنيفة. إن سلوك إيران إلى جانب دعمها لفصائل تابعة لها ولجهات مسلحة غير حكومية يهدد السلم والأمن الدوليين. ندعو إيران إلى وقف جميع الأنشطة التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وندعو جميع الأطراف إلى لعب دور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام الإقليميين. أعتقد أن كل تحد وتهديد نواجهه من إيران سوف يصبح أكثر وضوحاً وخطورة مع استمرار البرنامج النووي بشكل غير مقيد. لن نتوقع أن يحل ذلك كل مخاوفنا بشأن سلوكهم في العالم، لكننا نعتقد أن تمكننا من الاطلاع أكثر على قوتهم النووية سيكون في مصلحتنا الوطنية ومصلحة شركائنا. لن يتردد الرئيس بايدن في اتخاذ خطوات إذا ما كنا نعتقد أن أي ميليشيا سواء مدعومة من إيران أو غيرها تشكل خطراً على الولايات المتحدة. يملك الرئيس ما يكفي من الصلاحيات بموجب الفصل الثاني من الدستور، وبالاعتماد على نسخة معدلة من التفويض باستخدام القوة العسكرية لسنة 2001 من أجل القيام بغارات كما فعل في فبراير شباط وفي يونيو حزيران الماضيين. فرزين، برأيك هل أن بيان دول السبعة الصناعية هو الرد الجماعي على الاعتداء الإيراني الذي وعد به الوزير بلينكن، أم أن أمريكا تحتفظ بحق الرد بشكل منفرد
وماذا يترتب على تأكيد الدول السبع أن سلوك إيران في مياه الخليج إلى جانب دعمها لفصائل تابعة لها ولجهات مسلحة غير حكومية يهدد السلم والأمن الدوليين؟ نحن نتحدث عن إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض، وهم يفضلون العمل الجماعي مع الحلفاء والأصدقاء. لا أظن أن الولايات المتحدة ستقوم بأي عمل فردي ضد إيران، خاصة مع عدم تعرض أي شخص أمريكي للخطر في هذه الهجمات. أي عمل جماعي يتطلب من كل هذه الدول التي تعمل في المنطقة من خلال مبادرات مختلفة وتنسيق مختلف، مثل الأمن المياه الجماعي وغير ذلك. لابد أن تتوحد وأن تنحي جانبا الخلافات وأن ترد معنا. نعم، أتفق مع هيرزين. هذا هو بايدن التقليدي، أن يجمع أكبر عدد من الدول للتنديد، ولكن أمريكا غير مهتمة بأي تصعيد عسكري بتاتا. ولكن باربرا، هل هذا الرد يمكن أن يردع إيران لعدم القيام بعمليات مماثلة في المستقبل؟ لا، لست متأكدة مما يمكن أن يردع إيران، خاصة مع مجموعة رئيسي الآن. علينا أن ننتظر ونرى إن كانت إيران ستعود إلى أي مفاوضات مع أمريكا. هذا هو المسار الأفضل بالنسبة للدولتين برأيي. طيب فرزين، الوزير بلينكن يقول إنه ليس متأكدا إذا كانت العملية ضد سفينة ميرسر ستريت مؤشرا على سياسة ما للحكومة الإيرانية الجديدة، في وقت تقول فيه مجلة فورين بوليسي أن النظام الإيراني الجديد سيكون أكثر عدائية في المنطقة من جانب إيران ومن جانب وكلائها في المنطقة. هل أن برأيك هل أن رئيسي وعملية انتخابه تمثل توجه إيران التصعيدي في المرحلة المقبلة؟ أعتقد سيكون ذلك بشكل ما، لأن إدارة رئيسي تتفق مع الحرس الثوري والمرشد الأعلى، وبالتالي سيكون هناك مقاومة أقل من الحكومة الإيرانية إذا قرر رئيسي أن يمارس الغلاظة أو العدائية في الخليج. ولكن بصفة عامة، ما فعلته إيران بالهجوم ضد ميرسر ستريت كان عمل لا رحمة فيه من جانب إيران، لأنهم قصدوا قتل أناس على هذه السفينة. برا، ما رأيك؟ هل هذا توجه الحكومة الإيرانية الجديدة؟ نعم، أعتقد أنه علينا أن نتكلم عن الإطار. طبعاً هذه السفينة كانت سفينة مدنية، ولكنها مرتبطة بطريقة ما بإسرائيل، ونعرف أن إسرائيل أيضاً كانت تقوم بسلسلة من الهجمات على السفن العسكرية الإيرانية في الأشهر والسنوات الماضية، وكذلك إسرائيل قامت باستهداف العلماء الإيرانيين وبعض المنشآت الإيرانية، وربما هذه الهجمات تهدف إلى ردع إسرائيل وليست رسالة إلى أمريكا، إلا أن هذه الهجمات سيئة جداً، ورأيناها كثيراً منذ أن انسحبت أمريكا من الاتفاق النووي. مواقف أعضاء الكونغرس الأمريكي. The 2002 AUMF does not authorize any military activity. لا يمنح تفويض استعمال القوة العسكرية لعام 2002 صلاحية القيام بعمل عسكري ضد إيران. إن إلغاء هذا التفويض سيوضح دعمنا لسيادة العراق.
هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تظهر الحزم ضد إيران، وهي تواصل تهديد مواطنينا وأمننا القومي ومصالحنا. أعطى الرئيس بايدن أوامره بشن غارتين جويتين ضد ميليشيات مدعومة من إيران في مناسبتين كلتا العمليتين فشلتا في ردع إيران. إن التفويض باستعمال القوة العسكرية لعام 2002 يوفر الصلاحية القانونية الوحيدة لضرب الميليشيات الإيرانية في العراق. كان هذا التفويض جزءاً من الأساس القانوني للقيام بالعملية ضد قاسم سليماني. إن سياسة إدارة بايدن بعدم القيام برد قوي على الهجمات على المصالح الأمريكية فشلت بشكل واضح في ردع إيران. أكبر مصدرين للقلق بالنسبة لنا في الشرق الأوسط هما إيران والتنظيمات الإرهابية. أعتقد أنه من المهم أن نبعث برسالة إلى إيران بأن الولايات المتحدة شريك للعراق وأننا سنعمل معه. هذه هي الرسالة التي سنبعثها من خلال إلغاء تفويض استعمال القوى العسكرية لعام 2002. بالنسبة للتنظيمات الإرهابية بما فيها الميليشيات المدعومة من إيران التي تهاجم الولايات المتحدة، عندما تقوم بمهاجمتنا سواء في سوريا أو العراق لدينا الفصل الثاني من الدستور للرد عليها، كما أن القوات الأمريكية موجودة هناك بناء على تفويض استعمال القوة العسكرية لعام 2001 ضد التنظيمات الإرهابية كجزء من المهمة لمحاربة داعش. النائب الجمهوري مايكل ماكول: أوقفت إيران المفاوضات النووية مؤقتاً، لكنها تواصل هجماتها على أهداف دولية من خلال الهجوم الذي تم هذا الأسبوع بطائرات مسيرة ضد سفينة ميرسي ستريت التجارية. يأتي هذا الهجوم في أعقاب المخطط الإيراني لاختطاف الصحفية الأمريكية مسيح علي نجاد من داخل أراضينا. باربرا، يأتي التصعيد الإيراني في وقت صوتت فيه لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لصالح إلغاء تفويضين للحرب صدرا عام 91 و2002 اللذين منحا الإدارات الأمريكية السابقة القيام بحروب في الخارج. كيف تنظرين إلى انعكاس مثل هذا القرار في حال إقراره من قبل الكونغرس بشكل عام على قدرة الإدارة الأمريكية على التحرك ضد إيران في المستقبل، وأي رسالة يرسل هذا القرار لإيران؟ نعم، أنا أدعم هذا القرار. هذه التفويضات قديمة وقد استعملت وأسيء استعمالها في الماضي أكثر من مرة لاستهدافات لم تكن هي الأساسية وكانت موجهة إلى العراق وليس إلى إيران، وآخر ما نريده هو مواجهة عسكرية مع إيران. ولكن أمريكا يحق لها أن ترد إن كانت هناك هجمات تقتل الأمريكيين، وهذا طبعا واضح، ولا أعتقد أن بايدن يحتاج إلى تفويض لهذا الرد تحديدا. ولكن هناك رسالة، مرت 20 عاما منذ 11 من أيلول سبتمبر وحان الوقت لنتخلى عن هذه التفويضات، نحتاج إلى دبلوماسية وليس إلى أعمال عسكرية. فرسين، يعني ما رأيك بإلغاء التفويض وأي رسالة يرسلها هذا الأمر لإيران؟ أعتقد أن الإلغاء يتفق مع سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط والابتعاد تدريجيا عن الشرق الأوسط. كما ذكرت باربرا، الولايات المتحدة سترد عسكرياً على أي أفعال تضر بشكل مباشر الأرواح الأمريكيين، وسيستمر ذلك. أعتقد أيضاً أنه قد يقلل من قدرة أمريكا على الردع
طيب باربرا، يعني في مسألة الردع، يعني يقال أو هناك تعليقات كثيرة تقول إن الإدارة الحالية فقدت قدرة الردع التي رسمت بعد مقتل قاسم سليماني. هل يمكن أن تلجأ هذه الإدارة إلى مثل تلك العمليات لاستعادة الردع برأيك؟ نعم، أولا أن اغتيال قاسم سليماني كان خطأ فادحا، ونحن رأينا أن الميليشيات في العراق أصبحت الآن أقوى من أي وقت ماضي، وليس من أي جهة واحدة يمكنها أن تعطي التوجيهات إلى هذه الميليشيات، وطبعا هي تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وقد خفضت أمريكا من وجودها في العراق، ونقول أن ما تبقى من قوات هم من المدربين. أعتقد أن هذه العملية كانت سيئة بالنسبة لردع أمريكا لإيران وسرعت طيب. من انسحاب بعد الأمريكيين. الفاصل، قراءة إسرائيلية للتصعيد الإيراني مع كيفا إلدار الكاتب والمحلل السياسي من تل أبيب. أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار، وينضم إلينا من تل أبيب عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي عكيفا إلدار. أهلا بك عكيفا، ما هو تعليق إسرائيل على الرد الأمريكي على الهجوم الإيراني على السفينة الإسرائيلية وعلى بيان الدول السبع الذي يدين الاعتداء الإيراني؟ وتقول باربرا سليفن التي تشارك في هذه الحلقة أن هذا الرد جاء بهذا الحجم لعدم تعرض أمريكا لأي أضرار في هذا الحادث. أعتقد أن إسرائيل ليست سعيدة بالرد الأمريكي. إسرائيل تنظر إلى هذه الهجمات ضد الناقلات النفط الإسرائيلية والسفن الإسرائيلية على أنها مقدمة. الأمر الأهم هو استئناف المفاوضات النووية بين إدارة بايدن والإدارة الإيرانية الجديدة والرئيس الجديد. نرى ذلك على أنها فترة اختبار، نحن نختبر الرئيس الإيراني الجديد، وإسرائيل تتابع عن كثب مقاربة الإدارة للعقوبات، موضوع العقوبات. إسرائيل ترى أن الرئيس رئيسي هو شخص سيء، وهذا يثبت أن إسرائيل هي في المكان الصحيح وأنها تضع طيب. يعني هل ستقدم أمريكا إسرائيل على الرد بمفردها على إيران وعلى هذا الحادث؟ وكيف تتوقع أن يكون هذا الرد على الأراضي الإيرانية، على وكلاء إيران في المنطقة، أو على إيران في سوريا أو في مكان آخر؟ هذا سؤال جيد. لابد أن ننظر الآن إلى الحدود الشمالية الإسرائيلية. إسرائيل لا تتعامل مباشرة مع إيران. كان هناك هجمات ضد الجولان اليوم وعلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية. إسرائيل لابد أن تنظر إلى كل الجبهات، ويجب أن تكون حذرة في عدم إعطاء إيران أي فرصة أو عذر لاستخدام الوكلائها بما فيها حماس من غزة التي تنضم إلى الدعم الإيراني. إسرائيل ستكون حذرة للغاية لكي لا تعطي الإيران فرصة. يعني لن ترد؟ هذا الحذر يعني عدم رد؟ إسرائيل الآن تلعب اللعبة الدبلوماسية وتأمل
ورئيس الوزراء يعتقد أن المجتمع الدولي سيقوم بواجبه، وإذا ازدادت الأمور سوءاً ويمكن أن تحدث حوادث ويمكن أن تكون هناك قتلى إسرائيليين في المستقبل، وفي هذه الحالة سترد إسرائيل. ولكن المجتمع الدولي رد عبر هذا البيان السباعي. وإسرائيل سعيدة بهذا البيان، ولكن قلت قبل قليل أنها ليست سعيدة بهذا البيان. إسرائيل سعيدة للغاية، وعندما تقول إسرائيل عليك أن تتذكر أن هناك حكومة هشة في إسرائيل. السيد بنت يعلم أن نتنياهو ينتظر في الخلف كي يرى فشله، ولن يرتكب أخطاء، ولا يريد رؤية قتل إسرائيليين. وطبعا ليس بالضرورة أن يكون هناك حرب نووية. نحن نعرف ما يحدث في لبنان الآن، وإسرائيل عليها أن تتعامل مع ربما مئات الصواريخ التي تطلق من لبنان ومن غزة، ونحن رأينا ذلك من قبل. يعني برأيك هل ما يجري على الحدود مع لبنان هو جزء من هذا التصعيد الذي حصل في الخليج؟ وأين يمكن أن يؤدي برأيك؟ هل يمكن أن يؤدي إلى حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، وبالتالي ربما إيران التي تدعم الحزب؟ يمكن أن يكون مزيج مما ذكرته. إيران يمكن أن ترد عبر الوكلاء، وهم يعلمون كيف يفعلون ذلك، ولديهم تاريخ طويل بالقيام بمثل هذه الأعمال. وإذا أضفت إلى ذلك عدم الاستقرار في لبنان، وكون أن حزب الله لديه مصلحة في تشتيت الانتباه الداخلي والنقمة، نقمة الشعب اللبناني الذين يعانوا من الجوع، هم لديهم تاريخ طويل، ونحن لدينا تاريخ طويل مع سوريا وحزب الله. أسهل شيء هو لوم إسرائيل. طيب سؤال الأخير عكيفا، ماذا سيحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي برأيك إلى أمريكا خلال زيارته المقبلة؟ هل سيدعو إدارة بايدن لعدم العودة إلى الاتفاق النووي، إلى تشديد العقوبات على إيران؟ ماذا سيحمل من مطالب؟ الحصول على قذائف يعني صاروخية ذكية لخرق الخنادق وخرق التحصينات الإيرانية؟ نعم، رئيس الوزراء بنت يدرك أن مرحلة ترامب انتهت، وأن الرئيس بايدن ليس مهتم بالمواجهة ولا يريد حرب مع إيران. بعد الخروج من أفغانستان لقد لديهم الكثير وما يكفي. بنت يحاول أن يحصل على أفضل المكاسب من هذه الاتفاق مع إيران، وأن أنه لن يتم رفع العقوبات على الفور قبل أن تثبت إيران أنها تعني ما تريد وأنها ليست تحصل على أموال فقط. عظيم. عكيفا إلدار، الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي من تل أبيب، شكرا لك. فرزين وباربرا، بعده ما رأيكما بما قاله، خصوصا أن البيان ربما يعني كان هناك تناقضا في موقف حيال البيان السباعي، وبالتالي إمكانية تفجر الوضع بين إسرائيل ووكلاء إيران في المنطقة. فرزين. أعتقد أن إسرائيل يجب أن تكون سعيدة بهذا البيان، لأنه لأول مرة دول مثل اليابان أدانت إيران ولامت إيران على هذا الحادث للأسباب الصحيحة بالطبع. وأعتقد أن إسرائيل ستقرر
أن تستمر بالجهد الدبلوماسي وتساعد على خلق تحالف ضد إيران وتدعيم هذا التحالف وتقويته للتعامل مع المشكلة الإيرانية. ولكن فيما يتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل، نعم، لو حدثت ستشعل المنطقة بالكامل. باربرا. نعم، أتفق مع فرزين، أعتذر، ليس هناك نقاش، نتفق أكثر مما نختلف. بيبي نتنياهو لم يعد موجودا، والدار تكلم عن هشاشة ائتلاف بنت، عليه أن يتوخى الحذر. لو أراد انتقاد السياسة الأمريكية حيال إيران فلن يفعل ذلك علنيا. أعتقد إسرائيل ستستمر في هذا التموضع في مقابلة إيران، وستستمر إسرائيل في عملياتها في سوريا. وهم أيضا في إسرائيل قلقون حيال محاولة حزب الله المحتملة بالقيام بهجمات لترديد الأنظار. رأي الصحافة الأمريكية. افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال، رسالة أخرى من إيران لبايدن. تتساءل الافتتاحية كم صفعة يجب أن توجهها إيران لبايدن قبل أن يقبل أنه لن يستطيع تغيير سلوك طهران الخبيث من خلال العودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 2015. وتتابع بأن على الإدارة الأمريكية التوقف عن التفاوض بشأن اتفاق سيجازي النظام الإيراني برفع العقوبات عنه ويمنحه أموالاً واستثمارات لتمويل هجمات أخرى في المنطقة. وبدلاً من تقديم المزيد من التنازلات، تختم الافتتاحية على بايدن الانسحاب من المفاوضات وزيادة العقوبات على إيران. بوني كريستيان في موقع مجلة ذويك: حساب بايدن الخاطئ بشأن إيران. تذكر الكاتبة بأن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي له مواقف مغايرة لسلفه حسن روحاني بشأن الاتفاق النووي، وبأن الرئيس الجديد سيكون أقل استعداداً لتقديم تنازلات مقارنة بروحاني. وترى أن بايدن كان يعرف هذا، ولكنه مع ذلك لم يسارع إلى العودة للاتفاق النووي مع بدء رئاسته، معتبرة أن هذا التأخر قد يجعل العودة إلى الاتفاق أمراً صعباً للغاية إن لم يكن مستحيلاً بعد انتخاب رئيسي. وتختم متسائلة: هل كان سيتم انتخاب إبراهيم رئيسي لو عاد بايدن للاتفاق في فبراير شباط الماضي؟ لا نعرف الجواب بالتحديد، لكن المؤكد أن الدبلوماسية ستكون أصعب مع رئيسي حسب تعبير الكاتبة. المبعوث الأمريكي السابق الخاص بإيران إليوت إبرامز في مجلة ناشونال ريفيو: بايدن بحاجة إلى خطة بديلة عن المحادثات مع إيران. يتوقع الكاتب فشل المفاوضات بشأن العودة للاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مسجلاً غياب خطة بديلة لفريق بايدن عندما يحدث ذلك. ويطرح أبرامز أمام بايدن خيارات من بينها الإبقاء على العقوبات التي فرضها ترامب إلى أن تفهم إيران أن عليها التفاوض، والقيام بعمل عسكري مباشر بالتنسيق مع إسرائيل لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي، أو رداً على مقتل أي أمريكي في هجوم لتنظيم مسلح يعمل بالوكالة لصالح إيران. لكن الكاتب يستبعد أن تجد مثل هذه الخطوات تأييداً داخل الحزب الديمقراطي الذي أضفى قدسية على العودة إلى اتفاق 2015 حسب تعبيره. جيسون رضايان في واشنطن بوست: هذه لحظة خطيرة مع إيران وإدارة بايدن تعرف ذلك. يقول الكاتب إن زرع عدم الاستقرار الإقليمي خاصة على طرق النفط الحرجة هو تكتيك استخدمته إيران منذ فترة طويلة عند مواجهة الضغط، والآن تتزايد الأدلة على أن المرشد الأعلى لإيران ربما يبحث عن مواجهة، أو ربما يكون مقتنعا بأن السلوك الاستفزازي هو أفضل طريقة للحصول على تنازلات من أمريكا. ويتابع الكاتب بأن فك رموز اللغز الإيراني
يشكل تحدياً للإدارة الأمريكية. وفيما يتمسك بايدن بالحل الدبلوماسي، يبدو أن هذا الحل أصبح بعيداً مع إبراهيم رئيسي المؤمن بأيديولوجية المواجهة. إنها لحظة خطيرة تقاربها إدارة بايدن بحذر شديد. ويختم الكاتب بدعوة واشنطن وحلفائها للاستمرار في محاولة ممارسة نفوذهم على طهران من خلال مزيج من التواصل والضغط وإدانة انتهاكات إيران العديدة للقانون الدولي. ويقول إننا نشهد كيف تبدو جمهورية إسلامية بلا قيود. هذا شيء مقلق. باربرا، خبراء يقولون إن إيران تلجأ إلى التصعيد في المنطقة للحصول على تنازلات أكبر من الإدارة الأمريكية، وتشعر أن الوفد الأمريكي المفاوض يجهد للوصول إلى اتفاق للعودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، وأن لا خطة بديلة للإدارة الأمريكية. هل أن الإدارة برأيك في وارد تقديم تنازلات إضافية لإيران مقابل أعمال التصعيد هذه؟ نعم، أولا علينا أن نرى إن كانت المفاوضات ستستأنف. ما زلنا ننتظر ليقرر الفريق الإيراني إن كان يريد العودة إلى المفاوضات. أعتقد أن أمريكا كانت تحاول أن تفصل الموضوع النووي من المواضيع الأخرى. هي تعتبر أن إيران تقدمت في برنامجها النووي، وهو أمر خطر، وهو أمر أخطر من تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة. لا أعتقد أن أمريكا ستقدم تنازلات كبيرة. الأمر يتعلق بالموقف الإيراني. سنرى إن كان موقف إيران منطقي، وإن كانت ستستأنف إيران المفاوضات. فرزين، يعني السؤال نفسه، هل يمكن أن تقدم الإدارة على تقديم تنازلات إضافية مقابل أعمال التصعيد هذه التي تقوم بها إيران، التي تشعر أن الإدارة مصرة على العودة إلى الاتفاق ولا بديل له؟ نعم، أعتقد أن واشنطن تريد التوصل للاتفاق، ولكن أعتقد أن الإدارة أيضا تريد نصوص في الاتفاق تمهد الطريق للتوصل للاتفاق مستقبلي حول سلوك إيران الإقليمي. مع الحكومة الإيرانية الجديدة، أعتقد أن المستقبل غامض بالنسبة للمفاوضات وإمكانية بدئها، وبالتالي في المستقبل قد يحمل المزيد من العقوبات. ومع الدخول في ربما مباحثات سرية بين إيران والإدارة الجديدة للتوصل لاتفاق جديد، وإيران ستستمر في أنشطتها الإقليمية وبرنامجها الصاروخي. طيب باربرا، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن 10 أسابيع تبعد إيران عن الحصول على المواد النووية الضرورية لتصنيع قنبلة نووية. الإدارة الأمريكية تنتظر عودة إيران إلى مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق. برأيك هل ستنتظر هذه الأسابيع 10 لكي تكمل إيران ربما إذا صحت معلومات حصولها على هذه المواد النووية، أم أنها لن تنتظر هذا الوقت وستلجأ إلى خطة بديلة؟ ميشيل، إيران لن تتمكن من بناء قنبلة نووية في غضون 10 أسابيع. لم يقل أنها ستبني القنبلة، ولكنها ستحصل على المواد النووية الضرورية لصناعة قنبلة. الأمر لا يقتصر على المخزون من اليورانيوم المخصب، هناك أمور كثيرة أخرى بما فيها الرؤوس النووية وغيره. وإيران تقول إنها غير لا تريد أن تنتج السلاح النووي، وهذا هو الأساس. ثانيا، هل أن إيران مهتمة باتفاق مع أمريكا، وإلى أي مدى تريد رفع العقوبات؟ هذا ما سنعلمه عما قريب. فرزين، يعني برأيك هل يمكن أخذ إيران على كلامها أنها لا تريد الحصول على قنبلة نووية، وبالتالي هل هذه الإدارة يجب أن تنتظر 10 أسابيع
لتكمل إيران ربما إذا صحت معلومات وزير الدفاع الإسرائيلي الحصول على المواد الضرورية لصناعة قنبلة؟ لا أظن أننا علينا تصديق إيران. النظام في إيران أظهر في الماضي أنه يبحث عن سلاح نووي وقدرات نووية. وكان هناك إثبات لذلك أنهم لديهم أو يريدون القدرة على القيام بذلك. لكن القيام بذلك في خلال 10 أسابيع هذه قصة أخرى. أعتقد أن إيران تريد أن يكون لديها الوسائل والقدرة، وإذا قررت أن تحصل على القنبلة سيكون قرار سريع في وقت قصير وسيحصلون على ذلك. طيب بعد الفاصل، هل من ترابط في التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وحرب الناقلات في الخليج؟ أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار، رأي الخبراء والمحللين الأمريكيين عبر تويتر. ريتشارد جولدبرغ مستشار أول في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. لمتابعي أخبار إيران، إنكم تشهدون تتويجا للتحول الذي دام 6 أشهر للوضع الراهن لصالح إيران، استعدادا لإعادة ضبط المفاوضات بشروط إيران، وهو ما أتاحه مبعوث بايدن الخاص روب مالي. إنه وقت ثمين لن تستعيده أمريكا وحلفاؤها. علي واعظ مدير برنامج إيران في مجموعة الأزمات الدولية: عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية فإن إبراهيم رئيسي غير مجرب وغامض في السياسة الفعلية. صحيح أن الرئيس لا يحدد قرارات إيران الاستراتيجية، لكن لهجته وتكتيكاته هو وفريقه أساسية في الطريقة التي ينظر بها العالم إلى إيران. يتوقف مصير خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل مركزي على كيفية حدوث ذلك. تشو وانغ رهينة أمريكي سابق في إيران: وكأن فريق بايدن يقول لإيران عودوا فقط إلى خطة العمل الشامل المشتركة، لا نكترث إذا ما نشرتم الخراب في العالم. وكأن إيران تقول لفريق بايدن: شكرا، سننشر الخراب أولا ومن ثم سنقرر إذا كان من الضروري لنا أن نعود إلى خطة العمل الشامل المشتركة. تريتا بارسي نائب رئيس معهد كوينسي في واشنطن: منذ عام شنت إسرائيل حرباً في البحر وهاجمت السفن الإيرانية في المياه الدولية بشكل غير قانوني. عندما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الخبر تم وصفه بأنه إجراء بوليسي، كما لو أن إسرائيل تقوم بفرض القانون الدولي وليس انتهاكه. والآن حينما تنتقم إيران يقال إنه تصعيد. فارسين، هل برأيك من علاقة بين التصعيد في الخليج والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل على الحدود مع لبنان؟ وأين يمكن أن يصل هذا التصعيد؟ هل يمكن أن يصل إلى حرب مفتوحة؟ وكيف يجب أن تتعامل واشنطن معه؟ لا أظن أنه ستكون هناك حرب. كان هناك ردع ناجح في جنوب لبنان منذ عام 2006، وكل طرف يعلم تكلفة الحرب المفتوحة بين الجانبين. أعتقد أنه كان يكون هناك ارتباط بين إطلاق الصواريخ من مزارع على شبعة فارم أو مزارع شبعة والتصعيد العسكري. ربما إيران طلبت من حزب الله أن يسدي لها معروفاً من خلال إطلاق هذه الصواريخ. لا أظن أن حزب الله وكيل لإيران مثل الميليشيا العراقية، ولكن شريك استراتيجي. باربرا: نعم، أتفق مع فارزين. متفقان جدا اليوم. أعتقد أنه في لبنان كانت هناك بضعة مشاكل بين
الهجوم على الشيعة من غير داعمي حزب الله والمشاكل بين حزب الله والدروز والوضع في لبنان الآن. أتمنى أن نتمكن الآن من تخطي أي تجاوزات، لأن لبنان لا يحتاج الآن تحديدا المزيد من المواجهات المسلحة عبر حدوده. طيب، طرحنا على صفحتي الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وتويتر السؤال التالي: كيف يجب أن يرد المجتمع الدولي على تعرض إيران لسفن الشحن في الخليج؟ عبر فرض عقوبات دولية أو عبر تدخل مجلس الأمن؟ ولماذا؟ وجاءت الإجابات على فيسبوك على الشكل التالي: 50% أجابوا عبر فرض عقوبات دولية و 50% عبر تدخل مجلس الأمن. أما الإجابات على تويتر فكانت على الشكل التالي: 46% أجابوا عبر فرض عقوبات دولية و 54% أجابوا عبر تدخل مجلس الأمن. ومن أبرز التعليقات التي وردتنا، كتب متداول: عن طريق تدمير الأسطول البحري الإيراني تدميراً كاملاً مع القواعد البحرية والجوية، وتدمير جميع قواعد الصواريخ البالستية وجميع المطارات التي تقلع منها الطائرات المسيرة المفخخة ومصانعها. وكتب فارس أسلم: الخياران لا يجديان نفعا مع إيران، إيران لا يردعها سوى الأدوات التي تستخدمها هي، وهذه الأدوات تتمثل في الضرب المباشر وبلا هوادة. إيران تمارس هوايتها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة والعالم، وهذا العالم يتعامل معها بنعومة مفرطة، ولسان حالها يقول: ماذا عساه أن يفعل هذا العالم المتراخي؟ وكتب جواد النجدي: لا يوجد رد، بل هي مهاترات سياسية لشحذ همم ذيول إيران، لأن ضرب إيران أو إسقاطها أو تغيير الحكم فيها ليس من مصلحة أمريكا أو إسرائيل. ولإنهاء هذه الحلقة، باربرا، برأيك أي رسالة تلقتها واشنطن من إيران عبر وضع مقاعد مسؤولي حركة حماس وحزب الله خلال حفل تنظيم أو تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، في المقدمة وخلفهما كرسي ممثل الاتحاد الأوروبي؟ وهل ستغير هذه الرسالة والتصرفات سياسة إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي ربما تجاه إيران؟ نعم، هذا كان نائب ممثل الاتحاد الأوروبي، ربما هم يطبقون البروتوكول. أعرف أن هناك انتقادات كثيرة في هذا المجال، ولكن لا بد من أن يكون لدينا قنوات تواصل مع إيران، خاصة في هذه الظروف الخطيرة. ونعرف أن إيران لديها علاقات في المنطقة، وكذلك أمريكا، وكذلك أيضا الإسرائيليين. هذه هي السياسة الواقعية. فرزين، أعتقد كان يجب على أوروبا ألا ترسل مسؤول إلى هذا التنصيب، لأن هذه كانت صفعة في وجه العائلات الذين فقدوا أحبائهم. ولكن يعني برأيك أي رسالة أرادت إيران إرسالها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهل سيغير من موقفهما تجاه هذه السياسة؟ إيران أرادت أن تظهر مدى قرب إيران من حلفائها مثل حماس وحزب الله في المنطقة، وأن السياسة الإيرانية في الإقليم لن تتغير حتى لو استأنفت إيران علاقاتها مع الأوروبيين أو غيره. طيب، برا علي فياز يقول إن إيران تبدو واثقة من أن الوقت في صالحها، ويمكنها تأمين تنازلات أوسع من أمريكا على افتراض أن نفوذ إيران يمكن أن يزداد بسرعة أكبر من قدرة الغرب على تحمل المزيد من الألم المالي أو الرغبة في العمل العسكري. هل تتفقين مع علي بهذا التقييم؟ I
لا أعتقد أن إيران يمكنها أن تثق بأن الوقت يلعب لصالحها. الإيرانيون يعانون كثيراً من الأزمة الاقتصادية ومن جائحة كوفيد، ويحتاجون إلى تحسن في ظروفهم. ورئيسي ليس لديه شعبية كثيرة، تم اختياره وليس انتخابه، وبالتالي عليه أن يظهر إنجاز ما، والضغط عليه وعلى الإيرانيين لاستئناف المفاوضات. فرزين، أعتقد أتفق مع باربرا، سيكون هناك ضغط عليه لتقديم نتائج. المشكلة هي أن المرشد الأعلى متشكك. المحادثات السرية ستبدأ عاجلاً أو آجلاً، وشخص مثل شمخاني ربما سيرأس الوفد الإيراني وسيحاولون التوصل لاتفاق. أعين إيران في المنطقة، الحرس الثوري، من الصعب جدا التواصل والاتفاق مع وجود هذه الكيانات وهذه الأشخاص. طيب. فرزين نديمي الباحث في معهد واشنطن، وباربرا سليفن مديرة مبادرة مستقبل إيران في المجلس الأطلسي، نشكركما. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عاصمة القرار. تحية طيبة مني ومن فريق العمل، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.